اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس ثانويه تجاريه في حلقه جديده وبرنامجنا في بيتنا مدرسه. النهارده مع ماده المحاسبه الماليه ان شاء الله باذن الله هنتكلم او هنكمل ما بداناه في الحلقه السابقه في موضوع المحاسبه في شركات قطاع الاعمال العام او بنتكلم في الشركات القابضه والتابعه. بدانا الحلقه اللي فاتت وتكلمنا في الشركات القابضه والتابعه، وبدايه كده قلنا احنا عندنا الشركة القابضة بتسيطر على الشركة التابعة، والسيطرة يعني قيام الشركة القابضة بشراء إما كل أو جزء من أسهم الشركة التابعة، وبالتالي العبارة دي تخلي إن أنا أقدر أقول إن أنا عندي حالتين للسيطرة، في سيطرة كلية وسيطرة جزئية. السيطرة الكلية معناها قيام الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة، وده هيبقى واضح عند حضرتك في التمرين. يبقى عند قيام الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة يبقى دي سيطرة كلية. والسيطرة الكلية تظهر لي ثلاث حالات. واحد، أن تقوم الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة بمبلغ يعادل أو يساوي حقوق ملكية الشركة التابعة. وعشان حضرتك لو بتتابعنا لأول مرة أو ما حضرتش حلقة الحلقة اللي فاتت، طبعا احنا النهاردة بنستكمل الشركات القابضة والتابعة، وبنوعد اعزائنا الطلاب ان احنا ان شاء الله الحلقه القادمه هنراجع على الشركات القابضه والتابعه كلها، لان احنا عندنا قلنا في جزئين، في سيطره كليه وسيطره جزئيه، والسيطره الكليه فيها ثلاث حالات، السيطره الجزئيه فيها نفس الثلاث حالات، لكن احنا هناخد حاله واحده، يعني احنا عندنا اربع اجزاء. انتهينا للحلقه اللي فاتت من اول حالتين، وهو في السيطره الكليه عندما يكون مبلغ الشراء او الاستثمارات بتاعه الشركه القابضه في التابعه معادل لرأس المال وحقوق الملكية أو الاحتياطيات بتاعة رأس مال التابعة. وعشان حضرتك تفهم الموضوع إزاي قبل ما نتكلم في حل التمارين، فحضرتك دلوقتي السيطرة معناها إن في شركة هنسميها الشركة القابضة قاف، وفي شركة أخرى اسمها الشركة التابعة ت. هذه الشركة القابضة بتدفع مبلغ معين عشان تسيطر أو تشتري تاخد إيه الشركة التابعة، وعشان تسيطر عليها لو اشترت كل اسهمها يبقى دي سيطره كليه، لو اشترت جزء من اسهمها سيطره جزئيه. وقلنا قبل كده نسبه السيطره بتتحسب ازاي، ان انا بجيب عدد الاسهم اللي تم شرائها من القبضه في التابعه على عدد اسهم التابعه الكليه. يعني مثلا حضرتك شركه تابعه وانا الشركه القبضه، وانت جنابك معاك 10000 سهم، او انت شركتك قائمه على 10000 سهم، انا قامت الشركه القابضه بشراء 10000 سهم من الاسهم التابعه، خلاص يبقى دي كل اسهمك، يبقى دي سيطره 100% سيطره كليه. لكن لما نيجي على السيطره الجزئيه اقول لحضرتك قامت الشركه بشراء 7000 سهم، يبقى اقسم ال 7000 اللي انا اشتريتهم على ال 10000 سهم بتوع الشركه توتال راس مال الشركه او عدد اسهم الشركه التابعه، يبقى انا مسيطر على 70% من حضرتك. يبقى كده دي كده معنى سيطره كليه وسيطره جزئيه. قبل ما نخش في الموضوع، الموضوع جميل وشيق، وهرجعك بس كده ايه سريعا قبل ما نخش في الحاله الثالثه، وان شاء الله بعد ما نخلص الحالتين اللي معانا النهارده وننتهي من الشركات القابضه والتابعه هنعمل كده ايه يعني مراجعه سريعه كده على الحالتين اللي قبل كده، وان شاء الله هنخصص حلقه قادمه مخصوص لكل اللي احنا قلناه في الحلقه دي والحلقه اللي قبلها. طيب حضرتك دلوقتي قبل ما نخش في حل التمارين عايزك تفهم معنى السيطرة، ان انا كشركة قابضة عندي حاجة اسمها استثمارات في الشركة التابعة، يعني هشتري استثمرت في حضرتك، دفعت في عند حضرتك 100000 جنيه، ال 100000 جنيه تحطها على جنب كده وتقول دي هسميها استثمارات في الشركة التابعة، يبقى دي استثمارات القابضة في التابعة، خلاص يبقى كده انا دفعت 100. على طول مباشرة عينك في ورقة الاسئلة على رقمين، اخش في ورقه الاسئله وزي ما هتشوف في التمارين على راس المال والاحتياطيات بتاعه الشركه التابعه، راس مالك واحتياطياتك يساوي كام، احطهم على جنب كده في رقم، يعني اقول دول يعادلوا كذا. وهنا الناحيه دي حضرتك معاك الاستثمارات بتاعه الشركه اللي انت دافعها القبضه دافع مبلغ. وهنا يظهر لي ثلاث حالات. الحاله الاولى عندما يكون المبلغ اللي انا مستثمره ده قد راس مالك واحتياطياتك، ولما اقول لك انا يبقى بكلمك عني كشركه قابضه.
ومول على حضرتك، يبقى انت الشركه التابعه. حضرتك دلوقتي راس مالك واحتياطياتك يا شركه يا تابعه. في تمريننا اللي معانا من الحلقه اللي فاتت كان 250 راس المال والاحتياطيات 100، يبقى جنابك تساوي 350 حقوق ملكيتك. انا استثمرت يعني دفعت 350، او التمرين هيقول لك قامت الشركه القابضه بشراء كل اسهم الشركه التابعه بمبلغ 350. وده التمرين بدانا بيه الحلقه اللي فاتت كسيطره كليه. عرفنا منين سيطره كليه؟ من كلمه كل اسهم التابعه. طب عرفنا منين ان هو سيطره كليه وفي نفس الوقت متعادلين؟ لان المبلغ اللي هو مديهولك في التمرين استثمرت ودفعت 350,000 في مواجهه مع راس مالك واحتياطاتك، لما جمعتهم الاثنين مع بعض كانوا 350,000 قصاد نفس المبلغ اللي هو ايه؟ 350 راس مالك واحتياطاتك. خلاص. الحاله الثانيه ان يكون المبلغ اللي انا هدفعه كشركه قابضه او اللي هستثمره في جنابك اكبر من راس مالك واحتياطاتك. ده اللي برضو وقفنا عنده الحلقه اللي فاتت وخدناه، وقلت لك ان كان راس مالك واحتياطاتك يساوي 350,000، انا دفعت 370,000 جنيه. 370,000 جنيه. يبقى عرفنا ان كان عندنا هنا شهره، والكلام ده هنخليه حلقه المراجعه ان شاء الله. يبقى كده في شهره قدرها 20,000 جنيه لما انا حضرتك يعني تساوي 350 كحقوق ملكيه، وانا دفعت في حاجه تساوي 350 370. فقلت لك لان انت عندك حاجه اللي هي الانتنجبل اسيتس او الاصول المعنويه الغير ملموسه اللي هي الشهره، اللي منها الشهره. يبقى كده عرفنا وعالجنا الكلام دوت. النهارده بقى عندنا الحاله الثالثه، عندما يكون مبلغ الشراء او الاستثمارات المدفوع من الشركه القابضه كاستثمارات في الشركه التابعه اقل من حقوق ملكيتها. يبقى انا دلوقتي اقول لحضرتك انا نفس تمريننا، راس مالك يا تابعه واحتياطياتك يا شركه يا تابعه 100 و250 350. التمرين الاول احنا خدنا الحلقه اللي فاتت حالتين، الحاله الاولى كان مبلغ الشراء المستثمر 350، ادي الحاله الاولى ده يعادل ده. وبعدين خدنا حاله الشهره وهو المبلغ المدفوع كان 370، يعني ده اعلى من ده، وقلنا دي اسمها شهره. طب النهارده حضرتك هتساوي كراس مال واحتياطيات 350، انا هدفع 300، انا هدفع 320 ايا كان. يبقى دي حاله ثالثه زي ما هنشوفها مع بعض. طب قبل ما نعرض لحضرتك التمرين، المطلوب في هذا الدرس بيتلخص في الاتي: واحد، حضرتك قيد، والاثبات ده عندي، القيد او المعالجه المحاسبيه لشراء الاسهم من القبضه للتابعه، ادي واحد. اثنين، تصوير الميزانيه بتاع الشركتين عقب الشراء. ثلاثه، قيد التسويه. اربعه، قائمه التسويه. خمسه، قائمه المركز المالي المجمع. يبقى عندنا اربع حاجات على خمس مطلوبات. طيب سريعا كده، قيد شراء يعني انا اشتريت اسهمك. طب ايه اللي حصل عندي انا كشركه قابضه؟ بالديبت والكريدت، مين مدين ومين داين؟ اللي يزيد مدين، اللي ينقص داين. الاستثمارات زادت والفلوس نقصت، ادي قيد. انا بعمل لك لمحه سريعه على الحلقه اللي فاتت، يبقى ده مطلوب اولاني. اتنين، تاخد الميزانيه المجمعه زي ما هي تاخد الميزانيه بتاع ورقه الاسئله، تروح حاططها زي ما هي قبضه وتابعه زي ما تشوف السؤال. وبعد كده حضرتك هتاخد رقم النقديه تشوف انت دفعت كام كاستثمارات وتعمل له بيه بند استثمارات. يعني لو عندك النقديه ب 100، انت دفعت 50، دفعت 60 استثمارات، يبقى بند النقديه يبقى 40,000 بس نقديه و60 استثمارات، بفرد هذا البند. بعد كده بعمل قيد التسويه. قيد التسويه بتستبعد، يعني بتقول القيد ده ثابت، بحط راس مال واحتياطيات التابعه في الجانب المدين من مذكورين الى حساب في الجانب الداين استثمارات اللي حضرتك دفعتها، ونشوف الفرق. بعد كده بعمل قائمه التسويه زي ما انت شفت الحلقه اللي فاتت. تعالى سريعا، الكلام ده هنقوله تاني وتالت ورابع ان شاء الله، وهنعمل حلقه مخصوص للشركات القابضه والتابعه، كل الحالات بتاعتها ان شاء الله في حلقه واحده مجمعه مع بعض كده باذن الله. تعالى نشوف الاول، النهارده عندنا الحاله الثالثه وهو شراء الشركه القابضه او استثمارات الشركه القابضه في الشركه التابعه لكل الاسهم بمبلغ اقل من حقوق ملكيتها.
زي ما هنشوف على نفس مثالنا بتوع الايه المره اللي فاتت بارقامنا زي ما هي. وبعد ما نخلص باذن الله هذا المثال يبقى احنا كده خلصنا السيطره الكليه بالثلاث حالات ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الوقت، ونبدا بعد كده نعمل السيطره الجزئيه او هنتكلم في السيطره الجزئيه. تعال معايا نبص على مثال ثالث اللي هو المثال الثالث، نفس مثالنا بتاع المثال واحد واثنين، بس اهم حاجه اللي هو بقيه المثال هيختلف، بس في بقيه المثال ان الرقم مش هيبقى 350,000 اللي هو ثمن الشراء ولا 370، هيبقى اقل من 350,000 جنيه. مثال ثلاثة بيقول لي الحالة الثالثة في 31، يعني المفروض المثال ده هو هو نفس المثال اثنين، بس المفروض التكملة بتاع المثال يكون مبلغ الشراء اقل من 350، لان احنا خدنا حالة اللي هو ان هي اشتري ب 350 مرة، وخدنا حالة 370. يعني انت لو بصيت حضرتك اهو، بص جناب بس كده في 1/10 قامت الشركة القابضة بشراء ب 300,000. نرجع بقى تاني نشوف المثال من اوله. بص حضرتك في 31/12 ده مثال، والطلبة اللي بتتابعنا اول مرة هنتعامل كأن احنا يعني هنقرا المثال برضو، مش ان احنا بنراجع عليه او نفس جزئية الحلقة اللي فاتت، يعني كأن احنا بنشوف المثال او الموضوع لاول مرة، وعشان نشوف ايه الفرق بين او الفكره الجديده في حلقه النهارده. طيب في 31/12/2009 كانت ميزانيه كل من الشركه القابضه اللي هي قاف والشركه التابعه اللي هي ته قبل قيام الشركه القابضه بشراء كل اسهم الشركه التابعه نقدا كما يلي. اديني حضرتك الاصول الثابته، ده شكل ورقه الاسئله، السؤال قدامك. الاصول الثابته عند القبضه كانت 900,000، عند التابعه 400,000، ثم في جانب الاصول نقديه بالخزينه والبنوك 700,000 بتاعه القبضه دي تحط تحتها خط، و 200,000 عند التابعه مفيش مشاكل. اصول متداوله اخرى 400,000 عند القبضه مفيش في التابعه. راس مال الاسهم في الناحيه الثانيه في جانب الخصوم 1,000,000 القبضه والتابعه 250، والاحتياطيات 400,000 بتاع القبضة ومية احتياطيات التابعة. حضرتك تحط خطين 3/10 تحت رقم من 250 اللي هو الاحتياطيات رأس المال بتاع رأس مال أسهم في التابعة 250 في الجانب اللي هو الخصوم، وقدام الاحتياطيات 100، يبقى تحط كده عينك على المبلغ ده كام، يبقى رأس المال تجمعه مع الاحتياطيات يبقى دول 350,000. وبعد كده الخصوم عندك 600-250 مفيش مشكلة خالص. يبقى انا قبل ما تنقل اوعى تنسى ان رقم النقدية بتاع القبضة 700,000 جنيه. الناحية التانية عندي رأس مال الاسهم 250 والاحتياطيات 100، يبقى كده كان 350,000 جنيه. كمل بقى حضرتك شوف الشركة القبضة بقية التمرين بتقول ايه. يا ترى انا دفعت كام كشركة قبضة كاستثمارات في الشركة التابعة؟ وفي 1/1/2010 قامت الشركة القبضة قاف بشراء كل اسهم الشركة التابعة بمبلغ 300,000 جنيه. يبقى كده حضرتك هتركز معايا، ادي المبلغ المدفوع، والمبلغ المدفوع ده على طول كده تتذكر جنب المبلغ ده يا ترى الرقمين اللي انا قلت لحضرتك حط تحتهم 4-5 خطوط، اللي هو رأس المال بتاع التابعة واحتياطياتها 100، يبقى 250 و100 كنت حضرتك مسيطر على 350,000 ولكن دفعت 300,000 جنيه فقط. المطلوب المعالجة المحاسبية للشراء، ادي واحد لشراء ايه؟ القبضة اشترت كل اسهم التابعة، يبقى ده لقيد يومية. اتنين تصوير ميزانية الشركتين عقب عملية الشراء مباشرة. تلاتة اعداد قائمة التسوية. اربعة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة عقب عملية الشراء مباشرة في 1/1/2010. تعالوا مع بعض
سريعا كده، ادي المطلوب الاولاني، هنشوف حل التمرين ازاي. طيب قبل ما تبدا في حل التمرين، عايز حضرتك بس نقول ايه الاختلاف او ايه اللي حصل او الفكره الجديده بتاع النهارده، وعشان اعزائنا الطلاب ما يبقاش دخل كده في نص الموضوع، بقول لحضرتك السيطره الكليه اللي احنا بنتكلم فيها من الحلقه اللي فاتت هي شراء الشركه القابضه لكل اسهم الشركه التابعه، وهيظهر لي ثلاث حالات. لما اقول لك انت دافع، انت بتحط مبلغين او في رقمين كده انت بتقارن بينهم من ورقه الاسئله تحت الميزانيه، وعشان تبقى عارف السؤال اللي بيجي لحضرتك بيجيب لك الميزانيه كامله زي ما انت شفتها كده، ويجي تحت القبضه كام والتابعه كام، يعني الاصول عند القبضه وعند التابعه، والخصوم عند القبضه وعند التابعه. حضرتك من ورقه الاسئله اللي كانت قدامك انا هحط دايره كده او رقم خط كده على بند النقديه بالخزينه عند الشركه القابضه. فانا بقول لك في التمرين اللي فات ده النقديه اللي كانت في الخزنه 700,000 جنيه، يعني الشركه القابضه عندها في خزنتها 700,000. ومش عايز من الناحيه الثانيه من الخصوم الا رقمين. راس مال الاسهم بتاع الشركه القابضه كام؟ 250,000. الاحتياطيات بتاعه الشركه القابضه كام؟ 100,000. يبقى الرقمين دول تجمعهم 350 في كفه، وتبص تحت المثال قامت الشركه القابضه بشراء كل اسهم التابعه بمبلغ، اوعى تنسى مبلغنا راس مال واحتياطيات الشركه القابضه التابعه اللي حضرتك هتسيطر عليها، اللي حضرتك هتشتري اسهمها، اللي حضرتك هتاخدها لحضرتك، يبقى كده جنابك دول 350,000، حاجه تساوي 350 لاحتياطاتها وراس مالها، حومل كده 350. ويظهر لك ثلاث حالات اللي هو الدرس يعتبر ده الجزء بتاع السيطره الكليه. يبقى في 350,000، مره هستثمر هدفع من نقديتي او الخزنه اللي فيها 700,000 في مثالنا 350,000 جنيه، ان يا بادي بروبليم مفيش اي مشاكل. يبقى كده معانا 350,000 في مواجهه 350,000، دي حاله عاديه جدا جدا، دي بدانا بيها الحلقه اللي فاتت وخلصناها. يبقى عندما يكون مبلغ الشراء او الاستثمارات مساوي لحقوق ملكيه الشركه التابعه. رقم اتنين، الحاله الثانيه او التمرين الثاني، عندما تقوم الشركه القابضه بشراء او تستثمر كل اسهم الشركه التابعه بمبلغ اكبر. تعرضنا للمثال ده وقلنا في 370,000 جنيه دفعناهم في الشركه الايه؟ في الشركه التابعه، وتساوي 350. يبقى كده انا دفعت اكتر، ال 20,000 الفرق دي عالجناها على انها شهره. النهارده قلنا هندفع 300,000 في مواجهه 350,000، يعني راس المال والاحتياطات في المثال اللي قدامك بتوع التابعه 350، انت دفعت النهارده 300. عشان بعد ما نحل التمرين ده نقول كده السيطره الكليه خلصت تماما. تمام؟ يبقى كده انا معايا دافع 300,000. طب يا ترى انت دافع اقل ليه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض لما نوصل له. وفي الثلاث حالات اللي احنا اتكلمنا فيهم، واحد قيد الشراء مطلوب، قيد شراء يبقى نقول الاستثمارات مدين النقديه دائم، ادي مطلوب الاولاني، ده المعالجه المحاسبه لشراء القبضه لكل اسهم التابعه. واحد. اثنين تصوير الميزانيه عقب الايه؟ ده هو نفس الثلاث حالات لمين؟ اللي خدناهم في الحالتين اللي فاتوا، يعني الحاله الثالثه بتاعت النهارده خطوات الحل بتاعتها هي بالظبط زي ما هتشوف دلوقتي حالا بدايه الحل. واحد المطلوب الاولاني المعالجه المحاسبيه لمين؟ للشراء. يبقى بدايه الحل واحد المعالجه المحاسبيه للشراء القبضه لكل اسهم التابعه. هتقول من حساب الاستثمارات في شركه تابعه، ده القيد اليومي العادي بتاعنا، من حساب الاستثمارات في شركه تابعه الى حساب النقديه بالخيه بالخزينه. طبعا ده القيد شرحه ايه؟ شراء كل اسهم الشركه التابعه. طيب جميل، قلت لك ركز ان انت رقم النقديه اللي كان في ورقه الاسئله اللي في السؤال كانت نقديه بالخزنه في الشركه القابضه كان معاهم 700,000 جنيه. تعال نبص على المطلوب الثاني، حل المطلوب الثاني هيقول ايه؟ تصوير
ميزانية الشركتين عقب عملية الشراء مباشرة. حضرتك دلوقتي هتسطر ورقة الأسئلة تاني زي ما هي تماما. عندي القبضة والتابعة بيان، قبضة وتابعة وبيان. طيب الأصول الثابتة في الشركة القبضة كانت كام؟ 900,000 جنيه. التابعة 400,000 جنيه، مفيش أي مشاكل. طيب استثمارات في شركات تابعة، الاستثمارات في الشركات التابعة حضرتك انت دفعت كام؟ انت دفعت 300,000 جنيه من النقدية بتاعتك اللي هي كانت 700,000. فبالتالي هتلاقي عندك بند استثمارات في شركات تابعة تحت الشركة القابضة 300، ده المبلغ اللي حضرتك ده ايه دفعته. وهتلاقي النقدية بدل ما كانت 700 اللي قلت لك ركز عليها اصبحت 400. ليه؟ لانها دفعت منها 300 اللي هي البند السابق ليها مباشرة، وهو دفعت 300 استثمارات في شركات تابعة. بعد كده اصول متداولة اخرى، لقيت 400,000 و300,000 مفيش اي مشاكل. هتروح الناحية التانية رأس المال عند القبضة وعند التابعة مفيش اي مشاكل خالص، نفس الكلام بالحرف، ولكن كل اللي حصل انك نقلت ورقة الاسئلة وفردت بند مخصوص اسمه استثمارات في شركة تابعة، وهو المبلغ اللي هو كام؟ ال 300,000 جنيه اللي انت دفعتهم. وبعد كده اجي اقول عندي نقدية بالخزينة والبنوك اصبحت 400 بعد ما شلنا ال 300 اللي احنا دفعناهم استثمارات. ماشي. خش بعد كده على القيد المطلوب الثالث، ادي قيد التسويه. قيد التسويه زي ما قلنا المره اللي فاتت الثابت عندي ان حضرتك بتحط راس المال والاحتياطيات بتاعه الشركه التابعه، ادي 250 و100 يبقى التوتال 350,000. الى مذكورين بقى المره دي، يعني المره دي انت كده كده اللي موجود ثابت عندك هو رأس مال، رأس المال والاحتياطيات بتاعت التابعة فوق في الجانب المديني. الجانب الدائم بحط استثمارات في الشركات التابعة اللي هي كام؟ 300,000 استثمارات في الشركات التابعة اللي انا دافعهم في الجانب الدائم. كده مفيش توازن. الجانب المديني 350، انت دفعت 300، وبالتالي ال 50 الفرق دي بنحطها في الجانب الدائم باسم حساب احتياطي رأس مالي. يبقى الفرق هنا ال 50 اللي قدامك اسمها احتياطي ايه؟ رأس مالي. ولما نيجي نقرا فانا بقول لحضرتك في الشرح ده تركز فيه كويس، وهو قيد تسويه لاستبعاد حقوق الملكيه من ميزانيه الشركه التابعه مقابل استبعاد حساب الاستثمارات في شركات تابعه من ميزانيه الشركات القابضه. يبقى كده حضرتك وظهر عندك حاجة اسمها حساب احتياطي ايه؟ رأس مالي. طيب تعالى حضرتك يعني دقيقة كده قبل ما نبص على قائمة التسوية اقول لحضرتك لحد دلوقتي عشان حضرتك تفصل انت عملت ايه. حضرتك دلوقتي الجزء الجديد عندي ان انا دافع 300,000 جنيه في رأس مال واحتياطيات يساوي 350,000. يعني انت بتساوي 350، انا دافع فيك اقل. ال 50 دي مبدئيا اسمها احتياطي راس مالي. طب امال دي عكس الحاله اللي فاتت، وهي ان انا قبل كده وده كان مثالنا الحلقه اللي فاتت ان شاء الله بنوعد اعزائنا الطلاب هنراجع على كل الحالات دي في حلقه مخصوص ان شاء الله الحلقه اللي جايه على كل الشركات القابضه والتابعه بكل افكارها اللي لسه اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت واللي ان شاء الله هنختم بيها حلقتنا النهارده. بعد كده ان شاء الله هنراجع على كل التمارين دي كلها زي ما هي كده بافكارها كلها ان شاء الله في حلقه منفصله. طيب يبقى انت لما كنت دفعت 350 في مواجهه 350 دي كانت الحاله الاولى مفيش مشكله. الحاله الثانيه انا دفعت 370 انا كشركه قابضه وحضرتك الشركه التابعه، حقوق ملكيتك 350، دفعت 370,000 جنيه. يبقى ال 20,000 اللي انا دفعتهم زياده دول عشان في حاجه اسمها شهره، وحطيناها الشهره في التسويه زي ما انت شفت. طب دلوقتي بقى انا دافع 300 في حاجه تساوي 350، يعني دافع في حضرتك اقل، فالاقل ده حاجه اسمها احتياطي راس مالي. وخلي بالك اخر حاجه احنا وصلنا لها قيد التسويه معناه ان الاحتياطي الراس مالي ظهر في الجانب الايه؟ الدائن في قيد التسويه. لان المطلوب اللي بعد كده اللي هو قائمه التسويه قلت لك لما بتيجي تعملها انت بتنقل ميزانيتك بس في شكل عمودي، بقول
الاصول وبعدين الخصوم وبعمل الخانه للتسويات مدين ودايه. فانا بعرفك كده بمنتهى البساطه والسهوله، بقول لك اللي اتكتب في قيد التسويه هو اللي هيتحط في قائمه التسويه، يعني هو ده اللي هيتعدل، لكن الباقي كله زي ما هتشوفه. ايه يعني اصول ثابته ما فيش اي حاجه عليها، خصوم متنوعه ما فيش حاجه، اصول متداوله اخرى ما فيش حاجه عليها. لما اجي بس ايه اللي اتذكر في قيد التسويه، انا بقول لك قيد التسويه بتعمل عشان حضرتك تحط مواجهه ما بين راس مال واحتياطيات التابعه من ورقه الاسئله اللي هم كانوا 250 و100، هم 350 اتدفعوا قصاد الاستثمارات في الشركه التابعه من القبضه، يعني القبضه هي اللي دفعت 300,000، يبقى من 350 انا استثمرت 300 بس، يبقى في 50 ظهرت في القيد، يبقى من مذكورين لمذكورين. جانب المدين فيه قطعتين او حسابين راس مال واحتياطيات الايه التابعه، هو ده اللي هروح له عند التسويه واستبعده. ده لسه بيتابعنا لاول مره. وبعد كده هاجي على الى مذكورين عندي استثمارات وعندي احتياط راس مالي، اجي على الجانب الدائن اقول الاستثمارات والاحتياطيات هم دول اللي بتحطوا في الجانب الايه؟ في قائمه التسويه في الجانب، كل حاجه على نفس وضعها. اللي جه في التسويات في المدين اروح اسويه احطه في قائمه التسويات في عمود المدين، واللي جه في التسويات في قيد التسويه في الجانب الدائن اروح على العمود بتاع التسويات واحط رقمه في الجانب الدائن. تعالى مع بعض نشوف الكلام ده في المطلوب الرابع وهو قائمة التسوية زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. طبعا ده القيد اللي احنا قلناه اللي هو من مذكورين رأس المال والاحتياطيات، اخر حاجة كنا عندها 250 رأس مال الاسهم واحتياطيات، يبقى كده ادي كده 350. انا حاطط استثمارات في الشركة التابعة قدرها 300، يبقى كده في فرق 50,000 احتياطي ايه رأس مالي. يبقى هنيجي نقول هنا ده قيد تسوية لاستبعاد حقوق الملكية من ميزانية الشركة التابعة مقابل استبعاد ايه؟ شوف انا بيقولوا ايه استبعاد حقوق الملكيه، معنى كلمه استبعاد حقوق الملكيه قصده بيها الجانب المدين اللي هو قدامك راس المال والاحتياطات اللي هو 250 و100 من ميزانيه الشركه التابعه مقابل استبعاد حساب الاستثمارات في شركات تابعه اللي هو الرقم اللي هو تحت اللي هو الجانب الدائن كلمه الاستثمارات بس، وبعد كده وظهور الاحتياط الراسمالي في التسويه، لانه طالما اتحط في قائمه التسويه يبقى ده ما كانش موجود قبل كده زي ما حصل في حاله الشهره المرة اللي فاتت، وبعد كده ظهر لي حساب احتياط رأس مالي. نشوف مع بعض الكلام ده هيترجم في شكل قائمة التسوية اللي جاية قدامك. قائمة التسوية كما يلي، ادي الاصول مفيش اي مشكلة خالص. الاصول الثابتة كانت عند حضرتك 900 وبعدين 400 بقى التوتال 1,300,000. استثمارات في شركة تابعة كانت موجودة قدامي 300,000 اللي انا كنت حاططها في المطلوب الثاني لما صورت الميزانيه، الكلام اللي انا بكتبه هنا في قائمه التسويه من ميزانيه او تصوير ميزانيه عقب الايه؟ الشراء. يبقى ده استثمارات في شركات ايه؟ تابعه 200,000 300,000 اللي انت دافعهم. هتبص تلاقي ال 300,000 راح في عمود التسويات، في عمود عندك بعد في قبضه وتابعه وتسويات مدين وداين، راح حط رقم ال 300,000 ده في الجانب الدائن. ليه؟ لان الاستثمارات دي كانت جايه في القيد السابق بتاع التسويه في الجانب الدائن، وبالتالي انا كده قلت ايه استبعادها، يبقى 300 استبعدت يبقى مش هتنزل خلاص، يبقى كده ايه صفر خلاص، مفيش استثمارات شركات تابعه، يبقى كده ايه شرطه في القائمه المجمعه مفيش خلاص. طيب نقديه في الخزينه والبنوك، حضرتك كان عندك 700 في ورقه الاسئله، حضرتك دلوقتي دفعت ال 300 اللي هو البند اللي قبلهم مباشره اللي هو استثمارات، يبقى انا كده فصلت ال 700 عباره عن 300 و400 ماشي. بعد كده بقول واحط التوتال بتاع النقديه 400 مفيش مشاكل. اصول متداوله كانت 400 و300 توتال 700 مفيش مشاكل. تعالى بقى للجانب الاخر وهو جانب بعد كده الجزء الثاني من القايمه. ده الجزء اللي هو الايه؟ يعني الاصول موجوده دي قايمه واحده بس هي على جزئين، يبقى الجزء اللي هو اللي فوق اللي هو جانب الاصول، وبعدين بكمل تحت بالخصوم وحقوق الملكيه. عند حضرتك قدامك راس مال الاسهم كان بتاع 1,000,000 وبعدين 250. ال 250 بتاعت التابعه، يعني دلوقتي العمود الاول راس مال الاسهم 1,000,000 في القبضه، جنبيها على طول 250، رحت حاططها 250 جنبها على طول في المدين. 250 دي حضرتك معناها دي تحت قائمه التسويه في الجانب المدين. ليه؟ لان راس مال الاسهم اللي هو بتاع التابعه كان جاي في قيد التسويه في الجانب المدين، فبالتالي استبعده. ولما استبعده معناها لما اجي اجمع بقى اقول انا عندي القبضه كانت راس مالهم 1,000,000
والتابعه 250 تم استبعادهم جنبهم على طول، يبقى دي طارت مع دي خلاص ما فيش مش موجوده، يبقى بالتالي التوتال بتاع راس مال اسهم مليون. اجي على الاحتياطيات اقول انا عندي حضرتك 400,000 بتوع الشركه الايه القابضه، وادي 100 بتاعه الشركه التابعه جنبها على طول في التسويات في الجانب المديني، ال 100 استبعدت ليه؟ لانها كانت موجوده في القيد في الجانب المديني، يبقى ال 100 تروح مع ال 100 دي خلاص مش موجوده، يبقى كده انا استبعدتها، يبقى اتبقى لي الاحتياطيات ال 400,000 الاخيره هي الجزء الايه؟ اللي هو التوتال. بعد كده خصوم متنوعه كان في 600 و250 يبقى التوتال 950، واخيرا احتياطي راس مالي اللي قدامك ما كانش موجود قبل كده، يعني هتلاقيه كل اللي قدامه فاضي قبضه تابعه تسويات رايح على الدين. ليه؟ لان حضرتك الاحتياطي كان ظهر في القيد، وهو الفرق ما بين المبلغ اللي استثمرناه في الشركه اللي الشركه القبضه دفعته 300,000 جنيه، ولكن الشركه التابعه تساوي 350 كحقوق ملكيه واحتياطيات راس مال واحتياطيات، يبقى ظهر لي دوت ويطلع 50 واجمع. اخر خطوه بقى في حل التمرين هتشوف بعد كده ازاي اعمل قائمه المركز المالي المجمعه للشركه القابضه والتابعه في 31/12/2009. الاصول هتنقل حضرتك اصول ثابته بالتوتال بقى اللي هو كان، يعني هتاخد البند وهتلاقي قدامه 1,300,000 اللي هو كان المجمع النهائي في الخطوه اللي فاتت. الخطوه النهائيه كان موجود اصول ثابته توتال كان كذا، النقديه كان توتال كذا، اصول متداول اخرى كان كذا، الاحتياطيات يعني تجميعه الايه من الخطوه السابقه، بحط البنود دي في شكل بالانس شيت او الميزانيه او قائمه المركز المالي المجمعه، الاصول والخصوم باللي حضرتك وصلت له في القائمه المجمعه في المثال اللي فات او في المطلوب اللي ايه اللي فات. طيب كده حضرتك السيطره الكامله خلصت. في واحد لسه داخل من بره واول كلمه يسمعها وانا بقول له كده السيطره الكامله خلصت، وان شاء الله هنبدا في السيطره الجزئيه. طب هو دلوقتي لسه اول مره بيشوف الكلام ده، طب هيقعد يحضر السيطره الجزئيه وهيفهمها؟ اعتقد ان انت لو لسه داخل من بره وبقول لك ان انا كده خلصت حالات السيطره الكامله في الشركات القابضه والتابعه وبعد كده هبدا في السيطره الجزئيه، هتقول لي كده انا ايه يعني دخلت في نص الموضوع فانا مش فاهم. فانا هقول لك عشان تكمل معايا بقيه الحلقه وما تشدش الفيشه وتقفل التلفزيون، هحاول كده ايه في دقيقتين اقول لك قبل ما ابدا في السيطره الجزئيه احنا عملنا ايه في السيطره الكامله، او ايه موضوع الدرس، او ايه الدقيقتين ثلاثه اللي يخلوك ماشي معايا دلوقتي في الجزئيه اللي باقيه وانت فاهم، على ان شاء الله امل اللقاء باذن الله الحلقه اللي جايه مباشره. هنراجع ان شاء الله على الشركات القابضه والتابعه كلها بالتمارين اللي احنا قلناها في القابضه والتابعه في حاله السيطره الكامله اللي خلصناها الحمد لله في 3 حالات، والسيطره الجزئيه اللي هناخد منها الحاله الاولى اللي هتشوفها معاك النهارده ان شاء الله. طيب فكره موضوعنا عشان اللي هيكمل معانا ان شاء الله بقيه الحلقه يبقى مدرك وفاهم احنا بنتكلم في ايه. بنقول حضرتك موضوعنا الشركات القابضه والتابعه. يعني ايه شركات قابضه؟ يعني ايه شركه؟ في شركه قابضه عايزه تشتري اسهم الشركه التابعه. لما حضرتك هتشتري اسهم الشركه التابعه فجنابك هتشتري حالتين، او انت عندك، نحن كده امام ايه؟ امام حالتين. الحاله الاولى ان تقوم الشركه القابضه بشراء كل اسهم الشركه التابعه. طيب نشتري كل اسهم الشركه التابعه، يبقى دي معناها سيطره كليه، يعني هسيطر عليك تماما 100%. السيطره الجزئيه اللي احنا هناخدها ان شاء الله بعد شويه، عندما تقوم الشركه القابضه بشراء جزء من اسهم الشركه التابعه، بس لازم يكون مور ذان 50، يعني هنقول اكتر من 50% من ايه؟ من الشركه، واقل من 100%، يعني هشتري 60% من اسهمك 70%. طب اعرف منين السيطره دي كليه ولا جزئيه؟ في السؤال قامت الشركه بشراء كل اسهم دي سيطره كليه. قامت الشركه بشراء 70% 80%، طب مفيش نسبه وحبينا ان احنا ايه نتعمق مع حضرتك شويه، فهقول لجنابك ان انا ممكن
اجيب عدد، احسب نسبة السيطرة ازاي؟ وقلنا الكلام ده قبل كده، ان انا بجيب عدد الاسهم اللي حضرتك اشتريتها او اللي انا اشتريتها كشركة قابضة على توتال اسهم حضرتك اللي هي الشركة التابعة. يعني انا الشركة القابضة وحضرتك الشركة التابعة، انا اشتريت 7000 سهم من اسهمك. طب 7000 سهم، انت اسهمك كام؟ 10000. يبقى انا سيطرت على 7000 على 10 تايم 100، يبقى كده حضرتك نقول 70% من اسهمك. يبقى بتقسم عدد الاسهم اللي تم شرائها من الشركه القابضه على توتال اسهم التابعه. يبقى انا كده سيطرت على نسبه كام في الميه من عندك؟ كده خلاص انا عرفت نسبه السيطره. طب حضرتك دلوقتي التلات حالات اللي انت قلتهم، عشان انا هبدا النهارده دي اول حلقه في اول تمرين في السيطره الجزئيه، او اللي هو الفكره اللي هنقول هنعتبرها فكره وحيده في السيطره الجزئيه اللي هي الفكره الاولى. طب انا حضرتك دلوقتي انا عندي ثلاث افكار اللي احنا خدناهم في الحلقه اللي فاتت، خدنا حالتين وبدانا حلقتنا النهارده بالحلقه الثالثه، وكده قلنا انتهينا من السيطره الكليه. طب يعني ايه اصلا لما بتيجي تسيطر؟ حضرتك تسيطر بتدفع ايه؟ المبلغ اللي بتدفعه ده اسمه ايه؟ وبتسيطر على ايه؟ فانا بقول القبضه بتسيطر على التابعه، يبقى عيني في القبضه على حاجه وعيني في التابعه على حاجتين. حضرتك يا قبضه استثمرت كام؟ استثمارات في الشركه التابعه، دفعت كام؟ يبقى المبلغ المدفوع من القبضه واحد، حطه قدامك الناحيه دي. على الجانب الاخر اخش على ورقه الاسئله، استثمارات الشركه القبضه في التابعه تتمثل في حاجتين، سيطرتها على حاجتين، حقوق ملكيتها، وحقوق الملكيه عباره عن راس المال والاحتياطيات والارباح المرحله، موجود في تمريننا بالنسبه لينا ومنهجنا. حضرتك عندك هتخش تلاقي راس المال والاحتياطيات، يبقى اجيب راس المال والاحتياطيات بتاعه التابعه اجمعهم قدامي هنا واحد. الشركه القابضه تشتري اسهم التابعه كلها، كل سيطره كليه بكام؟ هنا كان 350، ده التمرين الاولاني اللي احنا خدناه، او تمرين اللي احنا حاطين مثبتينه معانا في الحلقات السابقه في الشركه القابضه والتابعه، ان حقوق الملكيه كانت 350 مره، دفعنا 350 عالجنا الحاله دي ان مفيش لا شهره ولا احتياطي. بعد كده قلنا الحاله الثانيه ان ممكن انا كشركه قابضه ادفع فلوس اكتر من حقوق ملكيتك، يعني حضرتك التابعه تساوي 350 حقوق ملكيه، انا دفعت 370 في المسنه اللي خدناها الحلقه اللي فاتت، وقلت لك الحاله دي تعالج كانها شهره. الحاله الثالثه قلنا بعد كده حضرتك لو انا دفعت اقل اللي هو المثال اللي لسه واخدينه اللي فات، كان 350 دفعت 300 على الجنيه على انها احتياطي بخطوات الحل. سريعا بقى كده، واحنا وعدنا اعزائنا الطلاب قلنا ان احنا كل ده، كل التمارين اللي فاتوا، تمارين الحلقه اللي فاتت، تمارين الحلقه دي هنعملها كلها ان شاء الله في مجمعه مره واحده في حلقه ان شاء الله على الشركات القابضه والتابعه كلها. طب النهارده هنقول نفس الكلام ولكن هيبقى سيطره جزئيه. ويعني ايه سيطره جزئيه؟ يعني اللي حضر معانا الحلقه اللي فاتت ومتابع معانا مش هيلاقي اي مشكله، غير ان انا كنت بقول لحضرتك احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحط راس مال واحتياطيات الشركه التابعه في مواجهه مع استثمارات القبضه في التابعه او المبلغ المدفوع كاستثمار من الشركه القبضه للتابعه. يعني الثلاث حالات اللي فاتت قلت لك انا دفعت 350، انت راس مالك واحتياطاتك 350، دفعت 350، فلما بقارن بين المبلغ المدفوع وكل حقوق ملكيه التابعه، وهنا ده بقى المحك الرئيسي او محور الدرس بتاعنا، ان انت في الحاله السيطره الكليه اما بتيجي تقارن بتقارن انت دفعت كام، وبتقول للشركه القابضه، بتقول للشركه التابعه راس مالك واحتياطاتك توتال كام. يبقى انت بتبص لها كتوتال 250 و100، انت 350 انت دفعت كام. لكن المره دي هنقول نفس الكلام وهجيب لك ارقام ونفس التمارين، يعني ان لم يكن بالارقام مع تغيير بسيط، وهقول لحضرتك لما تيجي تسيطر ولما تيجي تحسب انت دفعت كام، ما تحطليش المبلغ المدفوع في مواجهه التوتال بتاع راس المال والاحتياطيات، لا ده انت هتعرف من التمرين ان انا مسيطر على 70-80% بس. فتقول لي طيب يبقى لما تيجي تقول انا هسيطر يبقى راس المال كان 250000 ما تاخدوش كله، تقول لي لا انت مسيطر على كام؟ 70%، يبقى اجي على جنب كده اضرب 250 في 70% واطلع رقم. طب حضرتك مثلا نفترض ان دي 200000 راس مال و100 احتياطيات،
يبقى انت مسيطر على 70%، 200 في 70% يبقى انا عايز 140,000 بس من ال 200. مسيطر على 70% يبقى الاحتياطيات 100 في 70% يبقى 70,000. يبقى 140 و70 يبقى الناحيه دي انت هتسيطر على 210. شوف بقى جنابك دافع كام. دافع 210 دي الحاله الاولى. دافع اكتر دافع اقل، ولكن احنا هنعالج مع بعض في السيطره الجزئيه الحاله الاولى بس. يبقى انت مطلوب منك الحاله الاولى في السيطره الجزئيه. طب ايه اللي يظهر لي جديد عشان لما نقرا التمرين ما نستغربش من بعض الحسابات والمصطلحات كده، تحس ان ايه في حاجات جديده عليك. طب امال لما انا بقول لحضرتك انا مسيطر على 70% وباخد راس المال اضربه في 70% اقول لك ال 200 انا عايزها 140، طب وال 60 دول مين؟ فين ال 60؟ يظهر لي مصطلح جديد اسمه حقوق الاقليه. يبقى انا في هنا 70% سيطره، يبقى ال 30% انا مش هاخد غير 70% من المبلغ ده، يبقى ال 30% دول حقوق الاقليه بتوعك يا تابعه. يبقى حضرتك سيطرت على الاحتياطيات 100,000، 70% يبقى انا هاخد 70% من الاحتياطيات، يبقى في 30% حقوق الاقليه. طب ما تيجي مع بعض نقرا تمرين على السيطره الجزئيه ونحل نفس خطواتنا، وان شاء الله يفضل لنا وقت كده سريع نقول ملخص الشركات القابضه والتابعه باذن الله تمهيدا للحلقه اللي جايه، ان احنا ان شاء الله هنراجع على كل الكلام ده بارقامه بافكار جديده كل كبيره وصغيره قلناها في القبضه والتابعه. ان شاء الله تنتظرون الحلقه الجايه نقدر ان احنا ايه نلم القبضه والتابعه كلها، عشان هو موضوع شيق ومهم وسؤال اساسي طبعا ان شاء الله. طيب تعالى مع بعض نبص على التمرين الرابع اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو في الشركات القابضه والتابعه والسيطره الجزئيه. نبص مع بعض هنلاقي تمرين المعالجة. شوف احنا بنقول ايه بقى؟ المعالجة المحاسبية لشراء الشركة القابضة لجزء، وبين قوسين كاتبين أغلبية عشان ما فيش حد يجي يقول ايه؟ طب وانا هشتري جزء وانا ينفع اشتري 20% واسيطر عليه؟ ازاي؟ لا ده لازم حضرتك يكون يعني من 51%، او ان انت حضرتك ما ينفعش تسيطر على اقل من 50% من الشركة ايه؟ عشان يبقى الشركة القابضة تسيطر على الشركة التابعة. فعشان كده بنقول أغلبية يعني النسبة الأكبر تكون لحضرتك، وحقوق الأقلية تبقى النسبة الأقل. يعني ما ينفعش يبقى فيه 30% سيطرة و70% أقلية، لا لازم إيه؟ لا ده 70% يبقى 30، يبقى النسبة الغالبة أو العظمى تكون للشركة القابضة، والأقلية حتى من اسمها حقوق الأقلية. طيب يبقى لما نيجي نقول المعالجة المحاسبية لشراء الشركة القابضة لجزء يعني اغلب بس اغلبية من اسهم الشركة التابعة، بص مكتوب بين قوسين ايه؟ اكثر من 50% واقل من 100%. طيب طبعا اللي قدامك ده احنا قلنا ان احنا ممكن ايه عشان نعرف نسبة السيطرة في قانون قدامك اهو، طبعا احنا بنطبقه بالارقام بعد كده، ان نسبة السيطرة بتساوي عدد الأسهم التي قامت الشركة بشرائها من أسهم الشركة التابعة على عدد الأسهم الكلية للشركة التابعة في 100. ماشي، طب أنا كده اشتريت عدد معين من الأسهم. طب نسبة حقوق الأقلية دي عدد الأسهم التي يمتلكها أقلية المساهمين في رأس مال الشركة التابعة يعني الباقي. يعني لما حضرتك تشتري 7000 من أصل 10000 سهم من التابعة، يبقى في 3000 سهم دول حقوق الأقلية. فلما تقسم 7000 على 10000 اديتك السيطرة بتاعتك 70%. لما تقسم 3000 على 10000 يبقى دي نسبة الأقلية 30%، ولوجيكلي كده لازم تستنتجها 70 يبقى المكمل بتاعها 30، لو 80 يبقى الأقلية 20، 90 يبقى المكمل بتاعها 10 طبعا، وتكون ايه دي أقل من كام؟ من نسبة كام؟ 100%. وفي مثال بسيط كده يقول لك لو في شركة اشترت 70% من أسهم شركة يبقى حقوق الأقلية تبقى 30%، لو 60 تبقى حقوق الأقلية كام؟ 40. تعال معايا كده نكمل بعد ما عرفنا الكلام ده كله. ده المثال اللي قدامنا، تعال نقرا المثال بهدوء كده عشان نقف على اهم الفروق بينه وبين الحاله اللي فاتت، ونعرف المعالجات المحاسبيه بتاع الكلام ده تتم ازاي ان شاء الله. في 31/12/2009 كانت ميزانيه كل من الشركه القابضه قاف والشركه التابعه ت
قبل قيام الشركة القابضة بشراء حصة يعني جزء من أسهم الشركة التابعة. يبقى هو عرفني في المثال اللي فات قال لي إن هي تشتري كل، فعرفت إن دي سيطرة كلية. أول ما تسمع كلمة عشان ما يعني تبقى مركز من أول بداية حل التمرين وتشوف كلمة شراء حصة، يبقى تكتب فوقيها كده أو على الورقة كده بهدوء في حقوق أقلية. يبقى تقول هنا ايه شراء، يبقى تكتب فوق حصه، يبقى انا كده عرفت ان التمرين ده في حقوق اقليه. معايا الاصول الثابته 800 500، نقديه ادي ارقامنا مثلا 900 ايا كان، اصول متداوله. كل تركيزي في اللي قدامي حضرتك في الصفحه اللي قدامك دي، عينك على رقمين، ومن تحت الميزانيه هيبقى هناخد الرقم اللي احنا عايزينه. بقول لحضرتك رأس مال الأسهم بتاع الشركة مين؟ التابعة اللي قدام حضرتك في جانب الخصوم قدامك 700,000 جنيه، وعندي احتياطيات لحضرتك دافعة ادي 200,000 جنيه. يبقى انت كده حضرتك هتكمل بقية حل تمرينك، هتبص تلاقي مكتوب بقى ايه بعد ما احنا خدت من الجدول ده بس رأس المال والاحتياطيات. حلو قوي. وفي 1/1/2010 قامت الشركة القابضة قاف بشراء حصة قدرها 70% من أسهم الشركة التابعة بمبلغ 630,000. جميل قوي. انت كده حضرتك عندك 630,000 جنيه، ده اللي انت دفعتهم نقدا. طيب والحصة 70%، قلت لك الورقة اللي الصفحة اللي قبل دي او لما شفنا مع بعض شكل السؤال، قلت لك مش بتاخد من السؤال اللي قدامك او من الميزانية اللي قدامك الا رقمين. رأس المال بتاع الشركة القبض التابعة كان 700، والاحتياطيات بتاعت الشركة التابعة كانت 200، يبقى التوتال 900,000 جنيه. تمام. يبقى كده حضرتك دفعت 630,000 مقابل 70% من الرقم ده. لما هنضرب بعد كده 900,000 70% هيطلع 630، مظبوط مفيش مشاكل. المطلوب واحد، المعالجة المحاسبية لشراء الشركة القابضة لحصة 70% من أسهم الشركة التابعة. اتنين، تصوير ميزانية الشركتين عقب عملية الشراء مباشرة. تلاتة، إعداد قائمة التسوية. أربعة، إعداد قائمة المركز المالي المجمع عقب عملية الشراء في 1/1/2010. تعال ركز معايا دقيقة قبل ما نحل التمرين، عشان خطوات حل التمرين مفيش أي مشكلة خالص. التمرين اللي قدام حضرتك خاص بالسيطرة الجزئية، سيطرة جزئية للشركة القابضة على التابعة. عرفت منين يا دكتور؟ حضرتك قلت لي الشركة القابضة في التمرين قامت بشراء حصة تعادل 70%، قامت الشركة القابضة بشراء 70% من لقيت نسبة. يبقى كده عرفت ان انت حضرتك مش كل ولا 100% من الاسهم، يبقى كده حضرتك دي سيطرة جزئية. كل خلاصة الموضوع حضرتك بمنتهى البساطة، انت بتخش ورقة الاسئلة قدامك في ميزانية فيها اصول وخصوم، وتحت الميزانية قامت الشركة بشراء 70% اسهم بمبلغ 630,000 جنيه. انا كده بتخيل معايا كده بعيد عن التمرين قدامك دلوقتي دي ايه، التمرين كان موجود قدامك، بتبص على الميزانيه، تروح رايح على الناحيه الشمال اللي هي ناحيه الخصوم، وتحط خط تحت راس مال التابعه واحتياطياتها، هم دول الرقمين اللي عايزهم منين. الجزء اللي فوق ده كله انا عايز الرقمين دول. وطبعا كده كده بتركز في الجزء اليمين على النقديه كانت كام، عشان ايه اطرح منها القيمه اللي انا ايه هدفعها. يعني ايه اما اعرف التمرين بعد كده انت دفعت كام، فالنقديه مثلا فيها 1,000,000 جنيه، انت ده هتدفع 630، يبقى اقول له خلاص النقديه بقت ما فيش فيها غير 370,000، واحط المبلغ اللي انا استثمرته او اللي انا دفعته ده اسمه استثمارات. يبقى حضرتك دلوقتي من الميزانيه اللي قدامك خدت راس المال والاحتياطيات بتاعت مين التابعه، لقيتهم في التمرين اللي فات اللي كان قدامنا عشان تبقى عارف ارقامك 700,000 و200,000، حطيت هنا 900,000. يبقى انا دلوقتي المفروض ان راس مال واحتياطيات يعني حقوق ملكيه الشركه التابعه
في الكفه دي 900,000، حضرتك دافع 630,000 وتركز عشان ممكن طالب يسرح كده فيبقى ايه يتعامل معاه لانها سيطره كليه. في التمارين اللي فات انا كنت بقارن ما بين المبلغ المدفوع وما بين راس المال والاحتياطات كامله، لا التمرين الجديد بس اللي فيه. واقول لك لو انت متابع معايا الحلقات اللي فاتت هقول لك بقى انت كده خلاص ممكن تقفل التلفزيون وتمشي كده. حضرتك في 700 و200 حقوق ملكيه الشركه التابعه 900,000، انت دافع 630، تقول لي اه ده انا دافع اقل احتياط، اقول لك لا استنى انت ما سيطرتش على 900، انت مسيطر على 70% من 900، فتروح جايب آلتك الظريفه اللطيفه كده على جنب وتدوس على زرار الاون وتبدا تقول ادي 900,000 في 70%. جت منين ال 70%؟ اللي هي نسبه السيطره اللي موجوده في التمرين، قامت الشركه بشراء 70% من الاسهم، يبقى 900 في 70% كده اه هتطلع معاك على الاله 630,000 جنيه. يبقى انا كده هسيطر على 630,000 بس قيمه اسهم الشركه التابعه اللي انا هسيطر عليها. طب انت دافع كام؟ 630، ودي الحاله اللي احنا عايزينها في السيطره الجزئيه. يبقى كده مفيش بقى لا شهره ولا احتياطي، يبقى كده معاك حضرتك 630,000 دافعهم واجهتهم ب 70% من حقوق الملكيه، هم 630,000 جنيه. كده خلاص مفيش مشاكل. اجي على جنب بعد ما اجيب ال 630 اقول له طيب ما هو في حته باقيه، ايه الجزء اللي باقي؟ اللي هو 30% حقوق الاقليه. طب حقوق الاقليه عرفتها منين 30%؟ بقيت ال 70. طب اجيبها ازاي؟ 900,000 في 30% يبقى كده حضرتك 270,000 جنيه. يبقى عرفت ان انا مسيطر على 630 ودفعت ال 630 فيهم ولا شهره ولا احتياطي. الجزء الثاني حقوق الاقليه تقدر تقول 900 تشيل منها 630 مره واحده او 900 في 30% وات ايفر اتس اب تو يو. يبقى كده هنقول معاك 270,000 جنيه حقوق اقليه و 630. هنمشي بقى تمريننا عادي زي ما هنشوف دلوقتي عشان وقت حلقتنا. المطلوب الاول اللي هو الايه القيد بتاع مين؟ بتاع المعالجه المحاسبه للشراء، حساب استثمارات مدين، حساب النقد زي الحالات اللي فاتت ب 630. تصوير الميزانيه عقد الشراء، اروح مصور الميزانيه واجي بس على مين؟ على بند النقديه ها وهفرد له بس اقول له انت كنت 900 كنت مثلا عندك 100,000 او كنت مليون جنيه، اقول له المليون جنيه طلعنا منهم 630 استثمارات والباقي بقى نقديه. بس ده المطلوب الثاني. قيد التسويه هيظهر لي فيه بحط راس المال والاحتياطيات مع الاستثمارات، اقول لك لا ده انت مش راس المال كله ولا الاحتياطيات كلها، ده انت واخد 70% و70% والاستثمارات، يبقى كده مفيش توازن. طب نعمل ايه؟ اقول لحضرتك المفروض ان انا احط 70% بس من المبلغ راس المال واحط المبلغ الباقي، وبعد كده يظهر لي فيه حقوق ايه؟ اقليه. هتشوف حقوق الاقليه هتظهر ازاي. طب تعالى معايا سريعا عشان ما تتوهش مني عشان وقت حلقتنا، نبص على خطوات الحل دي سريعا عشان خاطر نشوف احنا خطواتنا، وده نفس الكلام اللي احنا قلناه ولكن ايه الجديد اللي احنا خدناه في تمرين النهارده. ان حضرتك ما بتسيطرش على 100% على 70%، فلما تروح على راس مال واحتياطيات التابعه تاخد النسبه اللي هو مسيطر عليها، يعني تضربها في 70%، وما تبقى بعد كده اللي هي النسبه الثانيه من نفس حقوق الملكيه هي حقوق الاقليه. تعالى مع بعض نشوف حل التمرين هنمشي ازاي خطوه خطوه سريعا عشان وقت حلقتنا. اول مطلوب كان مطلوب مننا في حل التمرين هي المعالجه المحاسبيه لمين؟ للشراء. فالقيد كان ايه؟ هنقول حساب استثمارات في شركات تابعه في الجانب المدين، حساب النقديه في الجانب الدائم. دي واحد زي ما هتشوف دلوقتي معاك في حل التمرين في او كيفيه اظهار حقوق الايه؟ الاقليه. طيب واحد المطلوب الاول حساب استثمارات في شركات تابعه في الجانب المدين وحساب النقديه في الجانب الدائم، ده المطلوب الاولاني. هنيجي بعد كده هنعرض معاك دلوقتي ان شاء الله حل التمرين مسلسل، وعقبال ما نعرض حل التمرين ان شاء الله عايز حضرتك تبقى ترجع للتسلسل اللي احنا خدناه قبل كده. اول حاجه اللي هو تمرين او المطلوب الاولاني ازاي حضرتك بنعمل قيد اليوميه بتاع
الاستثمارات اللي احنا دفعناها. واحد، حساب استثمارات في شركات تابعة في الجانب المدين، حساب النقدية في الجانب الدائن، وده احنا عرضناه قبل كده وشفناه قبل كده في الثلاث حالات اللي احنا خدناهم في الثلاث تمارين بتوع السيطرة الكلية، لحد ما نعرض لحضرتك حل التمرين. واحد، في استثمارات، يبقى ده في الجانب المديني، يبقى استثمارات مدين والايه والنقديه بالخزينه في الجانب الدائن. طيب المطلوب الثاني، تصوير الميزانيه عقب الايه، عمليه الشراء. يبقى دلوقتي انا خلاص انا اشتريت، هتروح حضرتك تعمل ايه؟ هنقول جنابك هتحط المبلغ بتاع الاستثمارات، شوف النقديه في ورقه الاسئله كانت كام، تمام؟ يبقى النقديه كانت 1,000,000 جنيه زي ما هنشوف دلوقتي في حل التمرين ان شاء الله اللي هنعرضه مع بعض. في المطلوب الاول احنا عملنا القيد، ثم بعد ذلك عملنا نصور الميزانيه زي التمارين اللي فاتت. النقديه هتفصل الجزئيه اللي هي بتاعت بند النقديه، هنفصله جزئين، جزء نقدي والباقي نفصل له استثمارات، مفيش جديد. طيب بعد كده هنعمل قيد التسويه. طب قيد التسويه حضرتك انت كان عندك ايه في التسويه؟ كان عندي جنابك راس المال والاحتياطيات في الجانب المدين. طب راس المال اللي كان موجود في التمرين كان موجود 700,000 جنيه واحتياطيات 200,000 جنيه، يبقى ال 700,000 هتضربها ب 70% هتديك في الجانب المدين حساب راس مال الشركه التابعه 490,000. ثم بعد ذلك هتلاقي الاحتياطيات كانت موجوده 200,000، في 70% هتبقى 140,000 جنيه، يبقى ده الجانب الايه؟ المدين. حضرتك دلوقتي قلنا عندنا حساب استثمارات في الشركه التابعه هتلاقي هو ده نفس المبلغ اللي هو 630,000، يعني الجانب المدين يتساوى مع الجانب الايه؟ الدائن، 630 630. كده خلاص مفيش اي مشكله. طيب بعد كده حضرتك القيد اللي بعد كده، انت خلاص عملت قيد التسويه، بتنقل الميزانيه زي ما خدنا قبل كده، مفيش اي مشكله خالص خالص. يبقى الميزانيه اللي انت اللي هي قائمه التسويه بقى نفسها، باجي اقول له طيب انت حضرتك كان عندك مبلغ وقدره، اصول ثابته، كذا عندي وكذا عندك، اجمع مفيش مشكله. بعد كده باجي اقول الاستثمارات، كل اللي ظهر او كل حاجه ظهرت في القيد التسويه، كل حاجه ظهرت في قيد التسويه في الجانب المدين احطها في التسويات في الجانب المدين، واللي ظهر في التسويه في الجانب الدائن احطه في التسويه في الجانب الدائن. ولكن ما تنساش ان في جانب الخصوم هيظهر مع حضرتك حقوق الايه؟ الاقليه. طبعا احنا يعني عشان وقت حلقتنا، التمرين ده ان شاء الله احنا قلنا على سبيل الوعد ان احنا عندنا نفس التمارين، وهنركز في السيطره الجزئيه، وان شاء الله هنعيدها تاني وتالت ورابع برضو مع حلقه المراجعه على الشركات القابضه والتابعه كلها. يعني حل التمرين ده احنا هنشوفه تاني عشان وقت حلقتنا في الحلقات اللي جايه باذن الله. ولكن يا ريت نركز بس ايه الجديد اللي احنا اتكلمنا فيه في التمرين ده، وعلى امل ان شاء الله ان احنا هنعرض تمارين واثنين وثلاثه واربعه في حلقه منفصله في الشركات القابضه والايه؟ والتابعه. حضرتك دلوقتي كل ما في الموضوع ان التمرين بتاع النهارده عرفنا ان هو سيطره جزئيه. طب منين سيطره جزئيه؟ السيطره الجزئيه ان انا اعرف ان انا اشتريت حصه او جزء من اسهم الشركه القابضه. نختم حلقتنا بس يعني ان شاء الله على امل ان احنا ان الشركه القابضه هتشتري مثلا اسهم من الشركه التابعه، ده جزئيه، جزء. يبقى لما ناخد الجزء ده يبقى ده معناه ان احنا عرفنا دي سيطره ايه؟ جزئيه. وطبعا التمرين اللي كان قدامك دلوقتي احنا على امل ان احنا هنعيده تاني ان شاء الله بارقامه في حلقه المراجعه مع بعض التمارين اللي فاتتك في الحلقات اللي فاتت او اللي انت خدتها،
هيبقى سيطره كليه وجزئيه. طبعا ده عشان وقت حلقتنا، وعلى امل اللقاء ان شاء الله في الحلقه القادمه. كده اعزائي الطلبه والطالبات بتنتهي حلقتنا النهارده من برنامجنا في بيتنا مدرسه. دمتم في رعايه الله وامنه، القاكم دائما على خير في الحلقات القادمه. كان معكم عماد صدقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.